أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء حديث أسماء في الصحيحين بلفظ نحرنا وفي لفظ لهما ذبحنا، فهل يقال إنه يجوز النحر ويجوز الذبح في الخيل؟ حتى الإبل يجوز فيها الذبح ويجوز فيها النحر، لكن الأولى النحر، الأولى فيها. ولهذا قالوا: لو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز أكله. نعم.